بعد ما شفنا الحلقة 18 من أتاك أون تايتن، أحب أقول إن الحلقة دي هتكلم فيها عن يعني إيه اللي حصل في الحلقة كده كده، بس في نفس الوقت أنا أبدي استيائي على الكليف هانجر اللي حصل في الحلقة الثانية من بارت 2 في السيزن بتاع الأخير بتاع أتاك أون تايتن. لأن بص هقول لك على حاجة مهمة جدا. فكرة إنك أنت الحلقة الأولانية تشوهني على السيزن الجديد وكل الكلام ده حلو، بس فكرة انك انت الحلقة التانية تبنيلي اساسيات كتيرة تقوم في الاخر to be continued، استفدت ايه حضرتك غير يعني حرقة الدم ومنتخب امبارح حرقة الدم ومانشستر امبارح حرقة الدم والحياة بقت ضغط عالي في ضغط عالي فيه يا جدعان؟ يعني ما علينا، هنتكلم دلوقتي عن أتاك أون تايتن الحلقة 18 اللي نزلت النهاردة، وهنرغي فيها في كل حاجة حصلت في الأحداث. بس قبل ما ابتدي الحلقة طبعا أتمنى ان انتوا تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرة، طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس بعد عشان تجيلكم الحلقة أول بأول، ويلا بينا نخش في الحلقة. أوني بريدي أنيا أرزي بنيا تونيني أرنيجا. مبدئيا الواحد لما اتفرج على الحلقة 18 من أتاك أون تايتن، الواحد منتظرها من الأسبوع اللي فات، أول ما لقى أن أول 3 دقايق من الحلقة عبارة عن الحلقة اللي فاتت، ممكن تكون حصلت في كل الحلقات اللي فاتت، بس مجرد أن هي حصلت في الحلقة دي وأنا منتظر، فكنت حس أن الموضوع اللي هو يا جماعة هتقضوا 3 دقايق كده وبعديها ايه انترو بعديها اوترو بعديها، فانا كده يعني اللي انا اخدته واستفدته من خلال الاسبوع 18 دقيقة فقط لغير، وده احساس كاول مرة ليا، كاول مرة احس الاحساس ان انا استنى الحلقة من اسبوع لاسبوع، فحبيت اشارككم الموقف يعني، وحبيت اشارككم ان انا بقيت ادقق في الحتة دي عموما. لكن المعمعة، انتوا فاكرين طبعا ان انا الحلقة اللي فاتت ناس كتيرة كانوا متضايقين مني ان انا قلت ان ايرين اتحط عليه في الحلقة دي، وان راينر هو اللي اخد طاره، وان هو لما حط فيه السهم جوه قلبه وبتاعه وان هو عمال يستنجد، قلت ان الراجل اتحط عليه والكلام ده، ففي ناس كتير اتضايقوا مني ومن ضمنهم ايرين ييجر نفسه، لان في الحلقة دي هو حط على الجميع بسم الله ما شاء الله. المشهد اللي شدني جدا 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 في المعركة ما بينه وما بين راينر في الاول لما اخده على الارض وبتاعه وابتدى يستقوى عليه، فكرة ان ايرين هو فتح بقه يعني لحد مرحلة ان وشه اتكسر تماما، والمشهد ده كان بالنسبة لي يوضح لك مدى قوة ايرين في المرحلة دي. يعني هو الراجل بيموت او انت شايفه متدمر، لكن هو لا، راينر هو سوري جايز. بس نسيبنا من الحتة دي عشان الناس بس كانوا كاتبين لي في الكومنتات ايرين اتحط عليه ازاي يا ابو حميد، لا هو الراجل اخد حقه وكفاية في الحلقة دي. بس نبتدي من البداية. فكرة في البداية لما كلهم شفنا المشهد ده طبعا في الحلقة اللي فاتت، لما كان ارمن عمال بيتكلم مع ميكاسا انت هتساعدينا ولا لا بعد ما المعركة دي ما تخلص ونرجع باراديس وكل الكلام ده، لازم نبقى ضد ايرين، انت معانا ولا لا؟ شفنا كل الحوارات دي وشفنا لاول مرة، بس الحتة دي طبعا قدام شوية في الحلقة، ان ميكاسا داخلة المهمة دي لاول مرة بدون الوشاح اللي اهداها ايرين ليها. انا عجبني المشهد ده، قلت ايوة جدعة ده قالك بيكرهك يا بنت، اللي قادر على التحدي برافو يا ميكاسا. ورجعنا تاني لمشاهد المعارك وشفنا ايرين وهو بيدمر راينر، وفي نفس الوقت لقينا مين جه، وده اللي احنا كنا متوقعينه لما شفنا التريلر بتاع المسلسل. وانا الصراحة التريلر حرق لي حاجات كتير، انا كنت اتمنى ان انا ما اشوفش التريلر قبل ما اشوف السيزن ده الصراحة، اما انا مش عايز اقول اللي انا شفته في التريلر عشان ما احرقلكش الواحد اللي ما شافش التريلر. فانا في حاجة عرفتها مش هتكلم عنها، بس اللي انا بتكلمك فيه زيك جه، وزيك كسر الدنيا، وزيك قال لإيرين من الاخر يا إيرين تعالى لاخوك، تعالى في حضن اخوك بس وما تقلقش، مالكش انت دعوة باي حاجة من اللي جاي. وبالفعل ايرين باين عليه الارهاق وباين عليه ان هو تعبان واخد وقت طبعا، وشفت
غير انه هو بيعرج وماشي في طريقه لحد ما يلمس زيك. واحنا كلنا كمشاهدين او انا كمشاهد ممكن اكون سقطتني حاجات في المسلسل، بس انا لا اعلم حتى الان ما هي القوة اللي ما بين ايرين وزيك لو هم لمسوا بعض. انا عارف ان ايرين هيبقى معاه المفتاح لكل حاجة، وعارف ان ايرين هيبقى مستحوذ على كل حاجة، وهيبقى كل في الكل من الاخر، ممكن يبقى معاه حلول لمستقبل حاجات كتير. بس احنا لغاية دلوقتي، او انا بالنسبة لي لغاية دلوقتي، ما فهمتش ايه اللي هيحصل. عارف ان هو هيبقى بريفيكتو، بس لسه منتظر، عايز اعرف ايه اللي هيحصل من خلال اللمسة دي. وشفنا ان اغلبية المشاهد من خلال الحلقة دي ان هو اللي بيحصل في خلال الطريق لإيرين لزيك، وشفنا من خلال الاحداث وفي خلال طريقه عمال طبعا زيك يضرب في الجو تايتن وعمال يحميه من كل حاجة وعمال يقول له تعالالي بس، الى ان جاءت المشهد اللي شفنا فيه ذكاء خطة بيك، او الله اعلم هي خطة مين. يعني احنا ما شفناش مين صاحب هذه الخطة، او انا ممكن تكون سقطتني الحوار ده، بس فكرة ان هما لعبوا على زيك، وفي الاخر شفنا زيك جت الدبابة عليه بوم على قفاه، والواد اتدمر. يعني الواد زيك راح في 60 داهية، بيست تايتن وقع على الارض من خطة كانت في منتهى الذكاء منهم. وشفنا ايضا ان مارلي برضو قبل ما يضربوا زيك، ان هم ضربوا ليجرس قبل ما يضربوا زيك على طول اخد طلقه في عينه. بس اللي انا لاحظته برضو في الحلقه ان زيك اتضرب على قفاه من ورا، بس هو نفسه ما اتقتلش. يعني هو ممكن يكون اخد الاصابه في كتفه هنا مثلا، في كتفه من ظهره، لكن هو نفسه ما اتدمرش. عشان كده شفنا ان هو برضو مستني ايرين من خلال الحلقه. وبرضو من ضمن الحاجات اللي استوقفتني جدا من خلال الحلقه، بصوا يا جماعه، الكتابه في خلال الشو اللي انا بتفرج عليه ده من اكتر من رائعة. يعني ايه بناء شخصية؟ اتفرج على قوة او قمة بناء الشخصيات من خلال شخصية جابي. جابي احنا شفناها من اول السيزن ده، اول مرة نشوفها من خلال بارت 1 من سيزن 4، شفنا قد ايه هي فاهمة الحياة، ان هناك باراديس دول الشياطين وكل الكلام ده. شفنا برضو لما راحت باراديس فهمت شوية ان برضو في ناس ممكن يكونوا كويسين يعني، بس في نفس الوقت برضو دول شياطين. وبعديها بشوية فهمت ان لا، في ناس بني ادمين طبيعيين. بعديها بشوية اكتشفنا، وزي ما شفنا في الحلقة دي، ان جابي لقت نفسها زيها زي الناس اللي موجودين في باراديس، نفس التفكير، ازاي نعيش ونقاوم اللي بيحصل حوالينا ده، ازاي نبقى في الحياة، وان كل واحد فاكر ان التاني هو الشيطان. وشفنا مدى تأثرها بالموضوع ده، هي عمالة تفكر وكل ده انت حاسه من غير ما يبان اي حاجة، ودي عبقرية اتاك اون تايتن الصراحة. وفي نفس الوقت شفنا في نفس المشهد ده ان فالكو بين عن حبه، اثبت انه عشيق لجابي. انا بحبك يا جابي، كل ما افكر اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. يعني كانت لحظة رومانسية، بس جابي اديت له على طول اللي هو لا، بقول لك ايه يابا، يلا بينا، احنا مش وقت احنا قاعد دلوقتي. وفي مشاهد الاكشن كالعادة في سسبنس، يعني مثلا المشهد بتاع راينر وهو خلاص كده فوق لها بعد الضرب وفشخ الفك بتاعه من ايرين، وجري فجأة كده وايرين بصل وراه، قام زيك مديله على طول. يعني لو ما فيش مجال النقاش يا حبيبي، يلا يا ايرين تعالالي وملكش دعوة بأي حاجة. وشفنا على نهاية الحلقة لما زيك كان نايم على الأرض ومتبهدل، بس مستني برضو ايرين يروح له. في نفس الوقت شفنا ان راينر كل اللي خايف منه ان هو، انا خايف على اللقطة دي يا جماعة، انا طول عمري خايف من فكرة ان ايرين يلمس وياخد القوة بتاعت اللي هي المفتاح بتاع كل حاجة. هو خايف من فكرة ان شخصية ايرين دي بالجنون واللي هو فيه ده، وهو معاه القوة دي كلها. فايه المخاوف وايه اللي هيحصل، وفكرة انك انت تقفلي الحلقة ان فالكو عمال يجري، حتى ما شفناش ايرين يعني حتى بيروح. يعني انا متضايق وحسيت بيكو، وده موضوع انا لو كنت معاكو من زمان كنت عملت يعني مظاهرات. ايه الهبل ده؟ يعني يا جماعة طيب، يعني السيزن الاخراني بارت 2 انا هتقبل جدا لو الحلقة 40 دقيقة وتخلص لي الموضوع ده، لان احنا رسميا عرفنا ان السيزن ده او بارت 2 من سيزن 4 هيبقى 12 حلقة. فهل اللي جاي هيبقى 10 حلقات بس، ولا حازم قاري مانجا ورا بيعمل لي كده؟
وفكره ان هو يعمل ما انا كده كده هو ما بيحرقليش بس اللي هو زلني اللي هو انا عارف كل حاجه. فكرة دي وحشه جدا. انجزني الشهر ده يعني لحد شهر مارس ان انا اعرف القصه كلها عشان حازم ما يعمليش كده. فاهم؟ فاهم الفكره؟ او لو انتوا عملتوه فيلم ما اقعدش سنه اخركم شهر، لان انتوا لو شهر او شهرين ما نزلتوش الفيلم انا هقرا المانجا. خلصت بشياكه الشياكه. انتوا في بارت 2 المفروض تخلوا الحلقه اقل واجب انا هتقبلها لو كانت 40 دقيقه، لو كانت 40 دقيقه حلقه 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 كنت تمام بيس اوكي هتقبل، بس يعني واضح ان الموضوع لسه فيه كتير، واضح ان احنا لسه ما عرفناش تساؤلات كتير زي الباث. ايه الباث ده اللي هم قاعدين فيه الازرق اللي احنا شفنا فيه على حسب كومنتاتكو الناس اللي شافت الشو من الاول بيقولوا يمير، وده اغلبيه الكومنتات تحت عندي في الكومنتات في الحلقه اللي فاتت يمير ان دي يمير. طب يمير قاعده هنا ليه؟ ده غير طبعا ان انا متاكد ان انا يعني مش عارف، هو تساؤلات كتيره جدا من خلال المسلسل ده انا منتظرها، والحلقه دي بالنسبه لي اقل من الحلقه اللي فاتت لان انت عمال تديني كليف هانجرز واسستلي كل حاجه للاثاره وقفلت لي حلقه to be continued. فسوف ننتظر للاسبوع القادم الحلقه اللي جايه اللي انتوا اكيد هتحطوا حته في الاول من الحلقه اللي فاتت وما تترص على 18 دقيقه في الاخر ماشي خلصنا بشياكه الشياكه، منتظرين الاسبوع اللي جاي. اهم حاجه اراكم تحت في الكومنتات نرغي مع بعضينا على طول في الحلقه دي ونتكلم ونتناقش مع بعضينا، واهم حاجه في نهايه الحلقه لو عجبتكم الحلقه دي يا جماعه ارجوكم دوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، طبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج والفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، واحلى مسا عليكم.